لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو الأستاذ لبيد السميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. كيف تقرأ تصريح الحلبوسي الأخير وتأكيده رفضه للعقوبات الأمريكية وأي حصار على إيران، وإلى أي مدى وضعت هذه التصريحات العراق في مأزق إقليمي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التصريحات التي أدلى بها محمد الحلبوسي الحقيقة لا تخرج عن جادة النهج العام للحكومة العراقية والعملية السياسية، لأن الحلبوسي كغيره من ممثلي السلطات العراقية يعتبر هو جزء من المنظومة أو النظام السياسي العراقي، ونعرف نحن جميعا أن النظام السياسي العراقي أصبح تحت تحكم والسيطرة الإيرانية. نعم. لذلك فتصريحات الحلبوسي لا تخرج عن هذا الإطار. خصوصا وفي هذا الوقت بالذات هناك تسابق بالحقيقة لتقديم فروض الطاعة لإيران، ليس فقط من قبل الحلبوسي وحده، وإنما من قبل سلطات أخرى كالعبادي عادل عبد المهدي وغيره. بالحديث عن تصريحات العبادي، كيف تقرأ هذه التصريحات؟ أيضا تأتي أولا في سياق الولاء، تقديم فروض الطاعة لإيران من ناحية، من الناحية الأخرى نحن مقدمون على حالة تنافس، تجدد حالة التنافس على منصب رئيس الوزراء، لأن عادل عبد المهدي كما نعرفه كان هو الحل الوسط بين حيدر العبادي وبين هادي العامري. نتذكر ان العبادي في ذلك الوقت كان يراهن على الدعم الامريكي، واعلن في غير مره بان العراق سيلتزم في ظل رئاسته الحكومه اذا تولاها سيلتزم بالعقوبات الامريكيه ضد ايران. اليوم تنصل عن كل ذلك لانه يعرف بان امريكا التي لم تستطع أن تجعله رئيسا للحكومة بديلا عن المالكي عن العامري وعبد المهدي لا تستطيع اليوم أن تفعل ذلك، ويراهن على إيران وعلى ولائه لإيران. عبد المهدي بالأمس أيضا عبر عن ولائه المطلق لإيران من خلال تجنبه أن المخدرات تمر عبر الحدود الإيرانية، رغم تأكيد كل السلطات الأمنية على ذلك. نبقى في تصريحات العبادي، تحدث عن ضرورات تفرض على العراق التعامل مع الجارة إيران كما وصفها. برأيكم ما هي الضرورات التي تفرض على العراق السماح بدخول قاسم سليماني للأراضي العراقية دون تأشيرة، لا سيما أن سليماني يملك سجلا حافلا في جرائم الحرب محليا وإقليميا سواء في العراق أو سوريا وغيرها من دول الجوار؟ قاسم سليماني بالحقيقة لا يحتاج إلى إذن ولا يحتاج إلى تصريح حيدر العبادي عن هذه المسألة. نعلم أن قاسم سليماني وكل المسؤولين الأساسيين الإيرانيين يستطيعون دخول إيران متى شاءوا وبدون أي إذن أو فيزا الدخول، وحدث في كثير من المرات أن قاسم سليماني دخل العراق وتجول في مساحات شاسعة منها دون علم السلطات العراقية، وكان هو القائد الفعلي للجيش العراقي وللحشد الشعبي العراقي في المعارك التي دارت بينهم وبين تنظيم الدولة الإسلامية. التصريح الذي أدلى به حيدر العبادي ما هو إلا تعبير معلن للولاء المطلق والتبعية الذيلية للسيد الإيراني، وهو يدخل كما ذكرنا في سياق التنافس على منصب رئيس الوزراء الذي ليس مستقرا، ليس الى حد الان ليس مستقرا، ومن المتوقع ان يتم تحلق عادل عبد المهدي في اي وقت واحلال محله اما هادي العامري او حيدر العبادي. عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو.